عبد الوهاب كامل امين عام جمعيه الهلال الاحمر المصري. احنا النهارده عندنا مؤتمر، هذا المؤتمر هو يتكلم عن الصحه في خطر، وهو الحقيقه احنا هي الصحه مش في خطر، الصحه سليمه باذن الله، ولكن احنا بنتكلم على الاخطار التي ممكن ان يتعرض لها مقدمي الخدمات الصحيه سواء في المستشفيات او في الميادين اثناء المظاهرات والشغب او اثناء الكوارث. احنا المؤتمر ده هينصب على النوع من انواع التوعيه للاهالي وتوعيه للشباب، ان هم يبقوا عارفين ان دور الصحه علشان تقدر تبقى موجوده لازم ان احنا ناخد بالنا من الكوادر الصحيه دي سواء اطباء او ممرضين او متطوعين، ازاي ان هم يفضلهم المكان حتى يستطيعوا ان هم يقدروا يخشوا الى موقع الكسور او المرضى او المصابين، ازاي يقدروا في نفس الوقت يقدموا الخدمات دي ويكون منهم وبين جهاز الاسعاف او منظومه الاسعاف الحكوميه نوع من انواع الترابط علشان والمشاركه علشان يقدروا ينقلوا الجرحى دي باسرع ما يمكن، لان عربات الاسعاف ما تقدرش تخش جوه الموقع، لازم تبقى يعني في الموقع على بعد علشان تقدر تبقى السكه بتاعتها سليمه وتخرج بيها بسرعه. الى جانب ان احنا طبعا هنعمل نوع من انواع المتابعه للمرضى دول او للجرحى في اماكن اللي هي هيروحوا فيها في المستشفيات حتى نهدئ من الهلع اللي بيحصل للاسره لما تدور على المريض بتاعها وما تلاقيهوش. في حاله الجثث او في حاله الوفيات طبعا عندنا متطوعين دلوقتي احنا بنزودهم بمعلومات كتيره قوي عشان يروحوا يساعدوا الاهالي في التعرف على الجثامين وفي نفس الوقت المساعده بتاعتهم لو كانوا محتاجين اي حاجه في استخراج شهادات الوفاه. ده اكبر حاجه هنتكلم عليها. اهم بقى حاجه ان احنا هيحصل مننا يعني احنا نتمنى ان هذا المؤتمر ينتج عنه تضافر القوى كلها، وزاره الصحه والسكان مع وزاره الدفاع مع وزاره الداخليه مع جمعيه الهلال الاحمر المصري حتى نستطيع ان احنا نقدم احسن خدمه، الى جانب طبعا الجامعات المصريه المحترمه اللي عندها اقسام طوارئ كبيره قوي وعندها انواع عندها كوادر صحيه ذات مهارات عاليه.